اليوم السبت 14 أيلول سبتمبر 2024، بداية معك عزيزي مولود السرطان. يعني بظن أنه اليوم شوي عم تتعثر الاتفاقات أو عم تتأجل أو عم تلغى بعض المواعيد. في شوي حيرة اليوم بالأجواء وأنت شوي مضطرب يعني تجاه الظروف يلي عم بتصير معك. هون عليك، بكرة الأمور رح تكون أكثر وضوح وأفضل، فلا تأخذ قرارات بهذا اليوم لأنه ممكن تكون ناتجة عن تسرع. أخبار عملية أو يمكن بعض الظروف يلي عم بتحيط بعملك عزيزي مولود الحمل اليوم ممكن تعمل لك شوية قلق. هلأ ممكن أمور ما بتمسك بشكل مباشر، يعني ممكن ظروف مع أشخاص حواليك ببيئة العمل، ممكن أمور إدارية العلاقة بالإدارة الخاصة فيك، يعني شوي ممكن حتى مسؤوليات ثقيلة عم تتحملها وحاسس أنه عم تتحملها لحالك بدون ما تسمع ولا كلمة شكر ولا تقدير، بالعكس ممكن تسمع بانتقادات تكون مزعجة. إذا بدك تدافع عن نفسك فياريت تدافع عن نفسك بكثير من الهدوء وركز على كل شيء عم تعمله لحتى يكون كامل غير منقوص. رغم أنك عم بتواجه بعض المتاعب عزيزي مولود الميزان إلا أنه الأمور رح تكون بالنسبة لك كتير أفضل بكرة، يعني بكرة من الأيام الحلوة، بس اليوم لسه مطلوب منك الحفاظ على كتير من الهدوء وخاصة بأجواءك العائلية وعلاقاتك الشخصية يلي ممكن يكون اليوم فيها هيك بعض التشنج أو بعض هيك الحساسية بينك وبين العائلة، سواء ممكن أصدقائك ممكن الشريك، يعني في أمور اليوم ما بتمشي بالطريقة يلي أنت بتتمنها، فحاول تتعامل بمرونة مع الأحداث وخاصة إذا كنت عندك أولاد لأنه ممكن اليوم يصير أحداث أيضا هيك بتخص أحد أولادك، يكون في شوي صعوبة تفاهم بينك وبينه. عزيزي مولود قدلوا انتظر بس لبكرة، طولت القصة عليك لأنه أنت هلأ بوضع أفضل بكتير، يعني خلينا نقول عفى الله عما مضى وخلينا ننظر للأمام. حط الخطط المطلوبة، في كواكب عم تدعمك حالياً بس يمكن الأمور المالية شوي شاغلتك أو بعض النقاشات أو التفاصيل المتعبة. لا عليك، بكرة الأمور رح تكون بالنسبة لك أكثر وضوحاً من قبل. عزيزي مولود الأسد، أنت بعكس يعني بعكس مولود الدلو يلي مر معنا، بدي أقول لك إنه أنت لازم تهتم أكثر هلأ بالمطلوب منك، يعني في عليك مسؤوليات بدك تتحملها وبدك تحاول تنجز المهام أكيد، لأنه بكرة يمكن ما تكون أمورك على خير ما يرام، يعني الفلك ما كتير حيرعاك بكرة، فحاول أنه تنهي أمورك، تنظم وقتك، تشوف شو إلك وشو عليك ولا تتزمر وتشتكي إذا تقلت عليك الأعباء. عزيزي مولود القوس، لسه عم بتناقش ببعض التفاصيل اللي العلاقة بدخل أو العلاقة بمبلغ من المال أو العلاقة يمكن بشراكة أو عملية مالية شاغلتك، يعني أي إجراء مالي اليوم شاغل تفكيرك، بس أكثر كون عم بتكون المصاريف هي الضاغطة بهذا الوقت. ولا تنسى أنه زحل عم بيتراجع، زحل هو كوكب مال وعم يتراجع، فمصاريفك كلها عم بتكون ضمن نطاق العائلة، سواء ببيت سواء بعقار سواء بإصلاحات سواء بترميم سواء بتحسين، الحقيقة في شيء عم يستهلك المال بهذا الوقت. عزيزي مولود الجوزاء، الأمور على خير ما يرام، الاهتمامات بينك وبين الآخرين مشتركة، عم تلاقي قواسم مشتركة، عم تقدم مساعدات، عم بتنال مساعدات، يعني في تبادل اليوم للمصالح أو خدمات بينك وبين الآخرين، سواء كان بأمور المال عم بترتبها عم بتناقشها عم تفتح ملفاتك، سواء كان عم بتحاول تنظم وضع صحي بحياتك، يعني مو بدي يكون مرض بالتأكيد، يعني ممكن نظام غذائي ممكن رياضي، هذا كله عم بيكون بتفكيرك بهي المرحلة، بس إجمالا يومك ناجح وجيد.
عزيزي مولود الحوت، رغم علاقاتك اليوم العامة ورغم انشغالاتك ببعض الناس أو ببعض الأصدقاء أو ربما ببعض المشاريع المشتركة أو لقاءات أو البعض منكم ممكن يكون على سفر، إلا أنه المزاج شوي متراجع وكأنه هيك في حالة من التراجع المعنوي عم بتصيبك بهذا اليوم، تقلبات شوي بالمزاج، يعني حاول أنك تتغلب عليها. عزيزي مولود العقرب، يوم حلو في حركة وفي تنقلات، يمكن تكون مدعو أو حابب تنزل تعمل يعني تنجز بعض المسؤوليات، تلاحق بعض المصالح، هذا كتير وارد بهذا اليوم لأنه الحقيقة عم تتمتع بنشاط اليوم وعندك هيك رغبة إنك تخلص بسرعة الأمور اللي حاطة ببالك لحتى ما تبقى عم تفكر فيها. يوم من الأيام الناجحة وبنصحك إنه اليوم تنهي أمورك عن جد ولا تنتظر لبكرة، لأنه بكرة يمكن الأجواء ما تكون على كيفك الحقيقة. كأنك عم بتخطط لجديد عزيزي مولود الثور، لأنه هاي أيام للتخطيط، يعني سواء لا تنهي بعض الالتزامات المالية، سواء ليكون عندك مسارات جديدة، سواء عم بتثبت خطوات، سواء عم تغلق ملفات، في عنده إغلاق ملفات بهذا الشهر مولود الثور، سواء كان العلاقة بوضع عائلي أو بوضع مادي. بكل الأحوال يوم من الأيام الناجحة، وأنا يعني دائما بقول إنه وقت بيكون عنا يوم مدعوم ويوم الحظوظ فيه جيدة فبحاول الأمور المهمة إنهيها، ما أتكاسل عنها. مثل هذا اليوم بتقدر بالتأكيد تكون أكثر تأثير على الآخرين وأشد إقناع بالأمور اللي شايفها بتصب بمصلحتك. عزيزي مولود العذراء، يوم آمن وسالم، يعني بشوف اليوم هيك أمورك ماشية بسلاسة، ممكن بسرعة، ممكن عم تنجز بعض الاتفاقات. يعني مواليد العذراء يلي غير مستقرين سواء بعلاقاتهم أو سواء بأعمالهم، في هاي الفترة بالنسبة لكم كتير مهمة لتحكوا وجهات نظر، لتعبروا عن آرائكم، لتحطوا مقترحات جديدة، لأنه هلأ أنت فتحت صفحة سنوية مولود العذراء خلال هذا الشهر، فكيف بتخط الكلمة الأولى بهاي الصفحة بتستمر معك بهذا العام. أمورك جيدة وبتصور أنه التغييرات المهنية قادمة وبسرعة. عزيزي مولود الجدي، يوم للجاذبية، يوم للنشاط، للإشراق، الحقيقة اليوم ما هيك في شعبية حول مولود الجدي، بشوفه أنه هو الآمر الناهي اللي عم يعني بيحسم بعض الأمور وعم بيضع بعض القرارات أو يمكن بعض الخطوات القادمة. حتى اجتماعياً اليوم في نشاط ويمكن كتير يكون في أحداث مختلفة عن الأيام الاعتيادية.